فتفضل. يعني الأغنية أمس كنت في اتصال مع الأستاذة الكبيرة ثريا قابل، وهي ترسل لك السلام، ومن أشد المتابعين لبرنامج يا هلا بالعرفج ولبرنامج يا هلا ولروتانا بكل قنواتها الموسيقية وغيرها. الحقيقة أنه لفت نظري النص هذا من فينا يا هل ترى باع الهوى واشترى. قالت لي هذا النص يا أحمد أغرب نص، والحمد لله بروي القصة طالما كل الشعراء الحمد لله أحياء على قد. تقول هذا نص بالقطة كتبنا، كل واحد فينا كتب بيت. أنا قالت الله يذكره بالخير الشاعر الكبير يوسف رجب، الله يقومه بالعافية، والآن تعبان في الطائف، الله يرزق الصحة والعافية. تقول كان مشهور بكتابة المطالع، فكتب النص من فينا يا هل ترى باع الهوى واشترى وغش فيه وافترى وخان كل العهود. تقول الأغنية عجبت فوزي محسون الله يرحمه، فها مين يكمل مين تليفونات. تقول في 5 دقائق بين الطائف وجدة، جدة بيضم الجيم من هنا، إلا جت ثريا وأكرمتهم وأعطت. تقول أعطيتهم بيتين: الحب ذقت أنا قبلك وذقت العنا، لا تحسب إنه سلا وأظهر جميع الشهور. تقول بعدين، لا آسف، هذا البيت قاله إبراهيم خفاجي. تقول بعدين كلمني قال لي: الحقيقة احنا كتبنا بيتين نبغى فزعة تكمل. فهي قالت: والله لولا الملام واخشى علي الكلام، لأخلف عهود الغرام وارجع أحب من جديد. قال لها: لا ما يكفي يا سرية، الله يخليك نبغى فزعة. فراحت: مسمح لواحد غريب يخذك عني وتعيد، وافضل أودي واجيب والغيرة بقلبي تزيد. تقول بس قلنا: لا نبغى زيادة، ونكلم بدر عبد المحسن. هاي يا بدر تكفى، اي قطة، قول قطة كل واحد 10 ريال. ما قصر بدر عبد المحسن. وش كتب الأمير بدر؟ لكن فؤاد اللي ذاب يخشى علي العذاب، يقسى عليك في العتاب، لكن يحبك أكيد. شوف كيف تقول هذا النص، تقول حتى نص سبحانه ترى مو بعيد، بس إنه حالة خاصة بينه. والله جميل يا دكتور، أشكرك على الجهد الرائع هذا. أي والله، ولا وهذا الشعراء الحمد لله الله يطول عمرهم نبغاهم يصححوا لنا. نعم لا، أشكرك، أسعدتني جدا وأسعدت المشاهدين. شكرا لك، شكرا لكم أنتم لأنكم تخصصون جزء من وقتكم دائما يا هلا. نلقاكم طول الأغنية يا شباب، بس نسمعها. والله لولا الملم واخشى علي الملم، والله لولا الملم واخشى علي الملم، لخلف عهود الغرام وارجع حب جديد، لخلف عهود الغرام وارجع حب جديد، والله لولا الملم واخشى علي الملم، والله لولا الملم واخشى علي الملم، لخلف عهود الغرام وارجع حبي الجديد، لخلف عهود